فضيلة الشيخ حفظك الله، لماذا نطلق على أبناء الكفار الذين توفوا قبل يبلغون؟ هل هم مسلمين أو كفار؟ حكمهم حكم آبائهم، إذا كان الأبوان كافرا فحكمهم حكم آبائهم في الدنيا، بمعنى أننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا يدفنون في مقابرهم. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. والذي يهمنا نحن هو أحكام الدنيا، ماذا نصنع به، أما أحكام الآخرة فهي عند الله عز وجل. وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله أن هؤلاء الأطفال وكذلك من لم تبلغهم الدعوة النبوية أنهم يمتحنون يوم القيامة، يعني يأمرهم الله تعالى بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم.